الوينج الهباك الشمال ياخدها منه طارق ورفعت ويديها لصالح اللي اداها بكعبه جميله قوي. واذا كان نجاح صالح اللاعب نتاجا لموهبته الكبيره وشخصيته الطاغيه، فان نجاحه بعد الاعتزال جاء نتاجا لترفعه وشموخه واستغنائه. في مرحله من مراحل حياته فتح هو واخوه عبد الوهاب شركه للمنسوجات في الازهر اسمها المايسترو للنسيج. فقال انا كنت بروح شويه اقعد انا شويه في اليوم وعبد الوهاب شويه. فبيقول الكابتن صالح في عز الحر شديد جدا انا قاعد جوه المكتب وشايف قدام العماره اللي فيها المكتب رجل عجوز مسن يجيب خيش قديم ويقعد يصلح فيه عشان يعيد بيعه وده اكل عيشه. كابتن صالح راقبه كذا يوم فقال لك ايه الراجل ده قاعد بيعيد تخييط الاشوله ديت وترقيعها عشان يبيعها بتعريفه او بقرش ساغ. فكابتن صالح بيقول انا متابع الراجل ده باحترام شديد جدا لانه الابره تكاد تكون هتدخل في عينه. فنزل راح وتوجه اليه وعبر الطريق واول ما وصل له مد ايده بمبلغ وحاول يدهوله وفوجئ ان الراجل مستوره بيه. مرضاش ياخده منه. قال له يا حاج انا بس عشان اساعد في انك تجيب خامات وتشتغل بيها وتوسع شغلك انا مش بديك حسنه. قال له بيه مستوره، مستوره الحمد لله. صالح سليم بيحكي انه اللي كان هيديه للراجل ده ربما الراجل مش هيجمعه في حياته بالطريقه اللي هو شغال بيها، بس الراجل قد ايه كان عنده اباء وعزه نفس عاليه جدا. نزل بس راسه ورجع يقول لي الراجل ده علمني درس في الحياه النهارده، الناس دي احسن مننا بكتير. اللي عندهم كبرياء وعفه وعندهم استغناء، استغناء، اصل كلمه استغناء دي مربط الفرس في شخصيه الكابتن صالح. في اكتوبر 1971 تولى صالح سليم منصب مدير الكره، وعلى يديه بدات صناعه جيل جديد عاد للاهلي قوته وانتصاراته. كان الجيل الذهبي للاهلي، وتعاقد مع واحد من انجح المديرين الفنيين في تاريخ الاهلي، المجري ناندور هيديكوتي. في السبعينات كده قلت له وراك يا كابتن الظهر؟ قال لي ليه؟ قلت له عندنا ماتش النهارده ناشئين وعندنا شويه ارجوزات كوره طالعه لنا في قطاع الناشئين، ما تيجي تتفرج. اتفرج على جيل وهو راجع قال لي الولاد دول ممتازين. ابتدى يقول يا جماعه الفرقه دي لو لقت حد يعلمها النادي الاهلي صح ويحببها في النادي الاهلي صح ويحافظ على كرامتها ويديلهم حقوقهم فدول هيبقوا في حته تانيه، دول اقوى من الجيل بتاعنا. وبدا مشوار انه يشرف على الكوره، اولا مدير كوره بعد اول ما الدوري رجع في جيل التلامذه بقى هو البدايه معاه. ضم الخطيب ومصطفى عبد وكل اللعيبه اللي جت بعد كده وقعدت عقدين من الزمان بتنتزع البطولات المحليه ثم دخلت على افريقيا بعد كده، واستطاع مع الجهاز الفني الاهلي في ذلك الوقت كابتن عبد صالح الوحش ان هم يبداوا يكونوا هذا الجيل، الجيل الذهبي. احد الاصدقاء طارق ضب له علاقة بالمجر قال له أنا ممكن أجيب لك هيديكوتي. قال له هيديكوتي ده كان أحسن يا جماعة صانع العاب في العالم وتاني أهم لاعب بعد بوشكاش في العالم. فقال له لا أنا أقدر أعرفك عليه. خد وطلع بيه المجر الكابتن صالح رجع بهيديكوتي وبدأ مرحلة بناء جيل عبقري وصل إلى نتائج مذهلة ما كانش حد يتوقعها. مختار مختار بيفوتها لنفسه بيمشي لمصطفى عبد المختار مختار ووحده الجول. كمان صالح له دور في تأسيس نصر وطريقة إدارة لما مسك فرقة النادي الأهلي، منع أعضاء مجلس الإدارة أن يحضروا التدريب حتى لا ينشغل اللاعبون به. فلابد أن تبني قاعدة صلبة الأول وهو النظام، أن يكون هناك نظاما صارما وحادا، وده اللي صنعه فعلا. المحله تاني ده اللي بصها هيجيب الجول. معاملته مع اللعيبه كانت يعني راقيه جدا، فيها الاحترام وفيها الجديه. ما كانش في اي لعيب يقدر ان هو يعمل فوضى او ان هو يخرج عن النص. يعني تدخل الاوضه تلاقي جو اسري جميل،
كنا رايحين الدورة الصحفية في اسكندرية، وبعدين هو كان مدي تعليمات للفندق، اتنين في أوضة، كل الاتنين لعيبة في أوضة، ورحنا كل ثلاثة في غرفة. قال لا لا أنا ما قلتش كده. فين مدير الفندق؟ قال اطلب لي الفندق الفلاني. يقول لي مدير الفندق، طلب الفندق الفلاني وقال له احنا النادي الاهلي كذا كذا واتنين في غرفه والسنجل كذا الفرد كذا اوضه. قال له كله تمام، خدنا الشنط ورحنا الفندق الثاني. دي خلتنا كلنا كده راسنا فوق وعارفين قيمتنا كويس وقيمه اي واحد بيلعب في النادي الاهلي. اصطدم بالاداره، قدم استقالته لان الاداره اتدخلت في شغله، فطلب بعد كده لما طلبوه تاني قال لهم لا لازم يبقى في لائحه للكوره. ومن اول من وضع لوائح لكره القدم ما لك وما عليك، وكان من الشجاعه اللي هو لو اخطا يقول انا احنا غلطنا. واكبر مثال على ذلك موقف كابتن صالح في المباراه الشهيره بتاعت الزمالك، كابتن مروان كان جول للنادي الاهلي، وفي كره مشتركه بينه وبين ابراهيم الدسوقي مهاجم الزمالك، كابتن مروان مسك الكوره بس برجليه دخل في بطن ابراهيم الدسوقي، فالديبه حكم المباراه حسب ضربه جزاء، الجمهور صار وهاج وكده، كابتن مروان رفض ان هو يسنتر. المهم حصل مشكله كبيره جدا ادت فيما بعد لايقاف الدوري. وجه اللوم وتوقيع قرار عقوبه على مروان حارس الاهلي. بيدي كل واحد حقه، وهو كمدير كورة اختصاصاته لا يتعداها ولا يتدخل في عمل المدير الفني. لما جيت النادي الأهلي كان في مرحلة انتقالية، كان الله يرحمه عبد الصالح الوحش، وبعدين تولى الكابتن جوهري، كان ماسك فريق اسمه فريق الأمل تحت الدرجة الأولى، تولى لفترة محددة إلى أن يأتي المدرب الجديد. كان صالح سنين سافر وتعاقد مع هيدي كوتسي. الاهلي كان بيتغلب برضه، ما كانش لسه واقف على رجليه، وهيدوكوتي قال ادوني سنه عشان دول اللعيبه اللي عندي دول هيبقوا نجوم المستقبل. في ماتش الطيران الاهلي خسر 1-0 من الطيران، الجمهور ضرب طوب وازايز على هيدوكوتي وصالح، وراح قايم صالح وقف للطوب عمل لهم كده، يعني زي ما بيقول ايه مهما عملت اضربوني انا اللي جايبه. كانوا بيهتفوا ضد هيدوكوتي. المبدأ لازم ندي فرصة للمدرب فرصة كاملة وبعدين نحكم عليه في نهاية المدة. لو صالح سليم مشي ورا الجمهور كان هيدوكوتي مشي وما كتعملش الإنجاز بتاع 77 لغاية من 74 لغاية 79. أول كرة في الثانية الطايم واتلعبت حلوة وبتسجل كرة حلوة مصطفى عبد يجيب التالي ده يجيب التالي يجيب التالي هو ارجع تاني للخطيب المحله تاني ده اللي بصها هيجيب الجول. صالح في الفتره دي كان دخل عضو مجلس اداره النادي، وبالتالي ما بقاش مدير الكوره، فبقى اصبح مشرف للكوره وانا المدير مدير الكوره. انا ما عجبنيش الموقف بتاع مدير كوره ومشرف، لان حصل ان اللاعب عملت معاه حاجه موقف كده معين راح رايح لصالح، فدي كانت شراره بتقول خلي بالك ده كده ممكن العمليه تتكرر وتبقى في مشكله في المستقبل. وفعلا رحت لصالح ما خدتش مني دقيقتين، قلت له كذا كذا كذا، قال لي اوكي انا نلغي الاشراف وانت المسؤول الاول والاخير. فوريك انا الاهلي فوق الجميع عملي مش كلام. لعبت حلوه مصطفى عبده، مصطفى عبده حلوه الكوره عامله زي الفريق، والفريق ايه؟ قلت له ما يحب الشريك. قال لي بالظبط، الكوره مش عايزه شريك، يا تمشي معاها يا تمشي ضدها، لكنك انت تعاندها وتزعلها. قال لي انت فاهم يعني ايه تزعلها؟ قلت له طبعا فاهم.
قال لي تدي لك ظهرها. كان يجي يقول لي مثلا ايه، خد بالك من نفسك، انا لعبت كوره ولعبت كوره بره مصر ولعبت كوره فين واحتراف، وانت من النوعيه اللي انت ممكن تبقى اول واحد محترف في الجيل بتاعك. وراح مديني اداني مثل كده، قال لي انا في عز ما بحب الكوره وكده، ببص كده لقيت عمل لي حركه كده بايده كده، راح الوقت اللي هتلعب فيه كوره هتندم كده، هتندم وهتحاول بشتى الطرق انك انت تبقى موجود تاني وتلعب كوره وما تستناش حد. نيت ان انا العب كوره تاني. بالمناسبه دي احب اقول للعيبه اللي بتلعب دلوقتي انهم يعني يعتزوا بالفتره دي ويدوها كل الاهتمام، لانها هتبقى عزيزه قوي لما يبطلوا.